التي تراها ضرورية للرد على هذه الجريمة الشنيعة وعلى هذا الانتهاك. حتى اليوم لم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية أي تعليق رسمي حول هذه التطورات. السيد الرئيس، منذ انفجارات 17 و18 من أيلول سبتمبر يستمر تبادل النيران عبر الخط الأزرق وينذر بتصعيد مقلق. تبادل النيران يشمل قصفا عنيفا لجنوب لبنان وهو الأعنف منذ 8 من أكتوبر 2023، فالطيران الإسرائيلي قد شن عدة ضربات جوية وجولات التحليق واخترق جدار الصوت فوق بيروت في عدة مناسبات، كما أننا نتلقى تقارير أولية عن ضربات جوية إسرائيلية تلقينا تقارير أولية عن ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ ساعات. تقول إسرائيل أنها استهدفت فيها وقتلت عددا من المقاتلين الرفيع المستوى في حزب الله. وزارة الصحة اللبنانية أفادت أن 12 شخصا على الأقل قتلوا و60 جرحوا في هذه الضربة. في غضون ذلك تستمر الرشقات الكثيفة من المدفعيات والصواريخ والمسيرات وقذائف مضادة للدبابات من لبنان، وقد قتلت جنديين تابعين للجيش الإسرائيلي وجرحت 10 إسرائيليين، وترصد اليونيفيل الوضع الميداني عن كثف. في 16 من أيلول سبتمبر أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي جالنت أن مركز الثقل قد انتقل إلى الشمال، بما في ذلك نقل القوات العسكرية إلى الجبهة الشمالية. ومتحدثا عن مرحلة جديدة في الحرب، قال أن السبيل الوحيد لضمان عودة الإسرائيليين إلى شمال إسرائيل هو من خلال العمل المسلح. تشير التقارير من وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الكتيبة 98 من قوات الدفاع الإسرائيلية قد نقلت من غزة إلى القيادة الشمالية، ما يزيد من خطر التصعيد الإضافي في الأفق. من لبنان، تستمر المنسقة الخاصة للأمم المتحدة هانس بلاشارت بالتواصل مع كل الأطراف المعنية، بما في ذلك مع رئيس الوزراء ميقاتي ووزير الخارجية أبو حبيب ورئيس مجلس النواب نبيه بري ومكاتبهم ومع السلطات الأخرى. في اجتماعاتها تستمر المنسقة الخاصة بالدعوة إلى حل دبلوماسي وتحذر من مخاطر المزيد من التصعيد، وتستمر بالتأكيد كذلك على أن التقدم العسكري لن يعيد الاستقرار ولن يمكن المدنيين المهجرين من جانبي الخط الأزرق من العودة بأمان إلى منازلهم. وهي ستزور إسرائيل في بداية الأسبوع القادم لإجراء مشاورات مع نظرائها المعنيين. السيد الرئيس، في الإطار الإقليمي الحالي الهش، تستمر الحرب المدمرة في غزة. انقضى عام منذ الفظائع التي ارتكبتها حماس في 7 من أكتوبر، والعمليات العسكرية الإسرائيلية بما فيها القصف الجوي والبري وتبادل النيران مع حماس وسائر المقاتلين يستمر في قطاع غزة، ويستمر عدد الضحايا بالتزايد. أكثر من 41 ألف فلسطيني قد قتلوا وفقا لوزارة الصحة في غزة، كثر منهم من الأطفال. في الوقت نفسه يستمر إطلاق الصواريخ العشوائي من قبل حماس وسائر المجموعات المسلحة باتجاه المراكز المأهولة في إسرائيل. مجددا أكرر ما قاله الأمين العام، نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وللإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن المتبقين، وبحاجة إلى زيادة كبيرة للمساعدات الإنسانية إلى غزة. إن الخطر الذي يهدد الأمن والاستقرار ليس فقط في لبنان بل في المنطقة برمتها لم يكن يوما أوضح أو أخطر، والأمين العام سبق وعبر عن بالغ قلقه إزاء هذه التطورات. أضم صوتي إلى الأمين العام وأناشد كل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد. على الأطراف أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين. أناشد كذلك الدول الأعضاء التي لديها تأثير على الأطراف أن تستغل هذا التأثير الآن. نحن نقترب من انقضاء عام كامل على التبادلات اليومية للنيران عبر الخط الأزرق ومن حمام الدماء في غزة. أرواح كثيرة أزهقت، كثر قد تهجروا، وحيوات كثيرة قد تدمرت. ولكن إن استمرت الأمور على هذا المنوال قد نشهد انفجارا يفوق حجم الدمار والمعاناة اللذين شهدناهما حتى الآن. لم يفت الأوان لتجنب هذا الجنون.
ما زال هناك من مكان للدبلوماسية التي يجب أن نلجأ إليها من دون تأخير. ويستمر الأمين العام في مناشدة الأطراف لإعادة الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 والعودة فورا إلى وقف الأعمال العدائية. شكرا السيد الرئيس. أشكر السيدة دي كارلو على إحاطتها وأعطي الكلمة الآن إلى السيد فولكر تورك. شكرا السيد الرئيس. أصحاب السعادة، يروعني حجم ووقع اعتداءات 17 و18 من أيلول سبتمبر في لبنان على المدنيين، حيث انفجرت أجهزة الاستدعاء البيجرز وأجهزة اللاسلكي وقتلت على الأقل 37 شخصا بمن فيهم طفلين، وجرحت أكثر من 3400 شخص في لبنان وحده، وتركت كثرا بإعاقات دائمة في الوقت الذي تحاول فيه المنشآت الصحية أن تتعامل مع حجم الإصابات. هذه الاعتداءات تمثل تطورا جديدا في أساليب الحرب، فقد أضحت أساليب الاتصالات سلاحا تنفجر في الوقت نفسه في الأسواق وزوايا الطرقات وفي المنازل في الوقت الذي يعيش فيه المواطنون حياتهم اليومية. أفادت السلطات أنها قد فككت أجهزة غير منفجرة في الجامعات والمصارف والمستشفيات، أدى ذلك إلى حالة من الذعر والهلع والخوف في صفوف الشعب اللبناني الذي يعاني من وضع متقلب بشكل كبير منذ أكتوبر 2023 وينوء تحت عبء الأزمة الاقتصادية الحادة والممتدة. لا يمكن للوضع الراهن أن يكون الوضع العادي الجديد. السيد الرئيس، للحرب قواعدها، وعلى كل طرف من أطراف هذا النزاع وكل النزاعات المسلحة أن يحترم هذه القواعد. القوى المسلحة أي العنف ضد الآخرين يجب ألا يستخدم إلا عند الحاجة القصوى ولتحقيق هدف عسكري مقبول، وعندما يتم اللجوء إلى القوى المسلحة يجب أن يطبق مبدأ التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، ويجب التحوط لحماية المدنيين، ويجب أن تتناسب الاعتداءات مع الضرر المتوقع، ولا يمكن للأشخاص ولا يمكن استهداف الأشخاص الذين يشاركون في الأعمال المسلحة إلا عندما يكونون مشاركين فيها مباشرة. هذه القواعد تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المدنيين. القانون الدولي لحقوق الإنسان موجود لحماية المساواة وكرامة البشر في كل الأوقات حتى في أوقات الحرب، والقانون موجود للدفاع عن القيم المحورية في مجتمعاتنا وللدفاع عن عالمنا. أن استهداف آلاف الأشخاص كانوا مدنيين أو أفراد من مجموعات مسلحة في الوقت نفسه من دون أن يعرف مسبقا من الذي يحمل هذه الأجهزة وموقعها ومن يحيط بها، ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. يصعب علينا أن نتصور كيف في هذه الظروف يمكن أن تتسق هذه الاعتداءات مع مبادئ التمييز والنسبية والتحوط في الاعتداء بموجب القانون الإنساني الدولي. فإذا لم يكن المهاجم قادرا على تقييم امتثال هذا الاعتداء إلى القواعد الملزمة في القانون الدولي، ولا سيما التأثير المحتمل على المدنيين، عندها عليه ألا يشن هذا الاعتداء. القانون الإنساني الدولي يحظر استخدام الأجهزة المفخخة على شكل قطع محمولة يبدو أنها غير مؤذية والتي يمكن أن تحتوي على مواد متفجرة. إنها جريمة حرب أن يرتكب العنف بنية بث الذعر في صفوف المدنيين. أطالب مجددا بتحقيق مستقل معمق وشفاف في ظروف هذه الانفجارات، فلا بد من مساءلة الذين أمروا ونفذوا هذه الاعتداءات. بصريح العبارة، إن أسلوب الحرب هذا قد يكون جديدا وغير مألوف، ولكن القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان يطبق بغض النظر ويجب أن يحترم في كل الحالات. هذه الاعتداءات قد حصلت وسط الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله التي منذ 8 أكتوبر من العام الماضي قد تسببت بضحايا في صفوف المدنيين من الجانبين. أفادت وزارة الصحة
اللبنانية في آب أغسطس أن أكثر من 500 شخص قتلوا وأكثر من 2400 جرحوا وفقا لمنظمة الهجرة العالمية، أكثر من 110 ألاف هجروا في لبنان. حكومة إسرائيل أفادت عن 48 شخصا قتلوا في إسرائيل وأكثر من 36 ألف هجروا في سياق هذه الأعمال العدائية. في الأشهر في الساعات الأربع والعشرين الماضية تكثفت العمليات العسكرية عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل، وهذا الوضع المأساوي لا يمكن أن ننظر إليه بمعزل عما يحصل عن الحرب في غزة وتصاعد العنف في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و احتلال إسرائيل المستمر للأراضي الفلسطينية، فإن خطر المزيد من الجرائم الفظيعة يستمر. وكما قلنا إن الوضع الإنساني بالنسبة إلى 2.2 مليون فلسطيني في غزة كارثي، أكثر من 1200 شخص قتلوا في 7 أكتوبر في إسرائيل، وفي غزة ما زالت حماس تحتجز أكثر من 100 رهينة. أكثر من 41,200 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال قد قتلوا نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية المكثفة، وأكثر من 95,500 أصيبوا في غزة وفقا لوزارة الصحة في غزة. يهولني حجم المعاناة الإنسانية هذا الذي يفوق التصور. بالنسبة إلى الأمم المتحدة والمستجيبين الإنسانيين الآخرين، إن استمرار الأعمال العدائية وعدم ضبط النفس والاعتداءات على الموظفين والمنشآت وعلى البنى التحتية بالإضافة إلى تدهور الوضع الأمني بما في ذلك النهب وأوامر الإجلاء الإسرائيلية كلها عناصر رئيسية تعيق إيصال المساعدات المنقذة للأرواح بالكميات الكافية إلى قطاع غزة. إنهاء الحرب في غزة وتجنب نزاع إقليمي شامل أولوية مطلقة وملحة. أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى نفاذ إنساني مستمر في كامل قطاع غزة، وأدعو كذلك إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن المحتجزين في غزة. كما أن الاحتجاز التعسفي من قبل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين يجب أن ينتهي. إن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة لسياسات وممارسات إسرائيل كما تحدده محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الذي صدر في تموز يوليو يجب أن يعالج بشكل شامل. السيد الرئيس، عدم احترام القانون الدولي مسألة تعني السلم والأمن الدوليين، وتعني بالتالي صلب مهام هذا المجلس، و عدم احترام هذا القانون الدولي له تبعات خارج هذه البلدان وخارج المنطقة. لقد صاغت الدول القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان لظروف مماثلة عندما تكون كرامة الإنسان وحياة الإنسان معرضة للخطر. لذلك لا يمكن للدول أن تقبل بهذا التجاهل الفاضح للقانون الدولي بما في ذلك التجاهل للقرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن وقرارات محكمة العدل الدولية. لا يمكننا أن نسمح بتقويض القانون الدولي ولا في هذا الوضع ولا في أي وضع آخر عبر العالم. يتعين على كل الدول لا سيما التي تتمتع بنفوذ ألا تألو جهدا لضمان احترام كامل للقانون الدولي. منذ 10 أيام في كلمتي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف دعوت إلى رفض هذا الوضع العادي الجديد الذي يتميز بتصعيد عسكري مستمر وباستخدام أساليب حرب متطورة تكنولوجيا. الإنذارات من مختلف الأطراف في المنطقة واضحة، وأن الحرب الشاملة في المنطقة لن تفيد أحدا، والاستمرار في مسار الحرب والخطابات التصعيدية والتصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى المزيد من الدمار. لذلك أناشد إسرائيل وحزب الله أن يكف فورا عن الأعمال العدائية. تاريخ المنطقة ودوامة النزاعات المستمرة وكذلك المآسي الإنسانية التي يتم تجاهلها تلقي بوقعها على المنطقة. الوضع الراهن معقد، ومستقبل الشعوب يتطلب المزيد من الأسرة الدولية للتوصل إلى سلم دائم. هذه الأزمة بحاجة إلى شجاعة سياسية وإلى القيادة. شكرا. أشكر السيد ترك على إحاطته، وأعطي الكلمة الآن إلى أعضاء المجلس الذين يودون الإدلاء ببيان، وأعطي الكلمة الآن إلى سعادة ممثل الجزائر. السيد الرئيس،
أشكر السيدة دي كارلو والسيد تورك على إحاطتهما. وأرحب بوجود معالي الوزير عبد الله أبو حبيب في هذه الجلسة. لقد دعت بلادي إلى هذه الجلسة الطارئة على ضوء التصعيد الخطير في لبنان في 17 و18 من أيلول سبتمبر. هذه الأحداث المأساوية قد أدت إلى عشرات الوفيات والإصابات على إثر التفجير عن بعد لأجهزة الاتصالات الصغيرة عبر مختلف المناطق اللبنانية. والمرتكب هنا معروف تماما. نحن ندين بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإسرائيلية. هذه الأفعال تمثل انتهاكا فاضحا لسيادة لبنان ولميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي وللقرارين 1701 و2749. تعرب الجزائر عن كامل تضامنها مع لبنان في هذه الأوقات الصعبة، ونتقدم بأحر عبارات التعزية من حكومة لبنان ومن شعبه الصامد، ونهنئ كذلك السلطات اللبنانية على استجابتها المسؤولة وتعاملها المسؤول مع هذه الأزمة الخطيرة تجنبا لمزيد من التصعيد. السيد الرئيس، أعمال العدوان هذه ترقى إلى جرائم الحرب. إن الطبيعة المتعمدة والعشوائية لهذه الضربات الإسرائيلية قد تسببت بالذعر في صفوف المدنيين مع استهداف مناطق مأهولة بكثافة. هذه السابقة الخطيرة تحول أجهزة مدنية إلى قذائف، مهددة أمن وسلامة الجميع، وهي تمثل خطرا كبيرا. هذه السابقة تفتح صندوقا خطيرا. فما الذي سيحصل لو أن هذه التكتيكات غير المألوفة قد تكررت على يد مجموعات إرهابية؟ في الوقت الذي تدعو فيه الأسرة الدولية إلى الحد من التصعيد، تدفع إسرائيل بالمنطقة نحو الحرب وتوسع أعمالها العدوانية عبر الخط الأزرق وصولا إلى عمق وكامل الأراضي اللبنانية. المسؤولون الإسرائيليون قد هددوا صراحة بشن حرب شاملة على لبنان، وهذه الاعتداءات قد اتلتها بيانات رسمية. تتغنى بالنتائج الإيجابية التي حققتها، والضربات على بيروت صباح اليوم دليل إضافي بأن سلطة الاحتلال الإسرائيلية غير معنية بتاتا بالسلام. ونحن نتساءل إن كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تسعى فعلا إلى السلام مع جيرانها، وهل هي بفعل ملتزمة بتنفيذ القرار 2735؟ وهل إنها ملتزمة حقا بوقف للنار في غزة؟ السيد الرئيس، مجلس الأمن
يتحمل المسؤولية الرسمية عن إعلاء المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. يتعين على مجلس الأمن أن ينفذ قراراته. لا بد من أن ينفذ القرار 1701 تنفيذا كاملا من دون تحيز، كما يتعين أن تتوقف اعتداءات المحتل الإسرائيلي الذي عليه أن ينسحب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. وحده إنهاء الاحتلال سيمهد الطريق لسلم دائم وللاستقرار في المنطقة. شكرا على حسن الإصغاء. أشكر ممثل الجزائر على بيانه، والكلمة الآن لسويسرا. شكرا سيدي الرئيس، نشكركم على عقد هذا الاجتماع بعد التطورات المقلقة جدا في لبنان وخارجه. أشكر وكالة الأمين العام دي كارلو والمفوض السامي تيرك على مداخلتيهما، واللتان تفصلان أحداث الأيام الأخيرة. أحيي وجود معالي الوزير وزملاء الآخرين. السيد الرئيس، تعرب سويسرا عن عميق انشغالها بعد تفجير أجهزة الإحضار وأجهزة الاتصال اللاسلكي الأخرى يوم الثلاثاء والأربعاء. نندد بما سقط من ضحايا بين المدنيين لا سيما الأطفال من جراء هذه الهجمات. لابد من تسليط الضوء على الملابسات والمسؤوليات. أعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا من المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا في لبنان في الأيام الأخيرة. نحن منشغلون حيال الآثار الأوسع لهذه التفجيرات لسكان المدنيين، فإنها بثت الرعب والخوف وأدت لاكتظاظ شديد في المستشفيات. وفي هذا السياق أشيد بالعاملين في المستشفيات وعمال الإغاثة اللبنانيين على التزامهم. إن هذه التفجيرات بالإضافة لتكثيف القتال على طول الخط الأزرق بما في ذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم، قد تقوض استقرار لبنان بشكل إضافي والمنطقة برمتها. تدعو سويسرا كل الأطراف ومن لديهم نفوذ عليها أن نتخذ كل الإجراءات لتلافي تصعيد إقليمي كبير، وندعو بإلحاح لعودة لكف كامل عن القتال ولتنفيذ كامل لأحكام القرار 1701. لقد أكد هذا المجلس هذه المطالب بالإجماع منذ 3 أسابيع فحسب. تدعو سويسرا كل الأطراف لاحترام القانون الإنساني الدولي، ولا سيما مبادئ التمييز والنسبية والتحوط، وذلك في كل الظروف. كما قال المفوض السامي للحرب قواعد، إن حماية المدنيين واجب قانوني لابد من احترامه، كما نذكر أن حقوق الإنسان تنطبق في كل ظرف. إن الرغبة الوحيدة لعشرات آلاف المشردين على طرفي الخط الأزرق هو العودة لديارهم ليعيشوا فيها في سلام.